زلم اللي اتفقنا عليه من نفسه بعد ما تغيب الشمس. قول الله الله. هلا بتسلل اول واحد اضرب صاصين بالهواء شدوا الناحي والباقي عليكم. ماشي يا ابو طوني؟ الله يحييك ابو جعفر. قولوا الله يا رسال. الله شهامي وعنا رجال عزينا عالي وما بينطار والريح ما تهزك يا شبال شامنا شام القرار. عنا شهامي وعنا رجال عزينا عالي وما بينطار والريح ما تهزك يا شبال شامنا شام القرار. شامنا شام القرار. يا أهل حارتي يا أهلي وناسي اليوم بيومكن وكل واحد عينا له مكانه ولو كنا رجال فعلا ما بخلي ولا فرنساوي يطلع طيب بإذن الله. وإذا مسكت مجموعة منا مهما كلف الأمر لو كلفنا موتنا وكلفتنا حياتنا ما لازم نقر على رفقاتنا. أبو حدو شو إيه؟ شامي مثل ما شامي. شو شامي؟ شامي مريحة غريبة. ايه هذا بيكون ابو مستو عمله تحته من رعبته يا زلمه خلطي هو. مفهوم يا شباب؟ قولوا الله. الزعيم عرضي وعرضكم واحد شرفي وشرفكم واحد ليش ما اكون اول واحد؟ لوين يا طرطور؟ جاء محلك. على راسي عقيد. ما علينا مثل ما خبرتكم العقيد ما بدي اسمع ولا همسة. اول ما يوصلوا نص الحارة ابو شلهوب بيسكر الباب. أول ما تسمعوا الطبشة بدي إياكم كلياتكم تقولوا الله وبدي العملية تنتهي بأسرع ما يمكن. أصطيب إيه؟ أنت عرفت شو بده الزعيم؟ لا والله أنا مثل أطرش بالزفة. بده إيانا نكون نمورة سريعين أسرع ما منقدر نركض. شلون يعني؟ يعني أسرع شيء. شو أسرع شيء؟ أسرع شيء الضوء. لا حبيبي أسرع شيء الفكرة. لا حبيبي الضوء. لا عمي الفكرة لأنه بتلمع لما. بتحداك إذا مو الضوء هو اللي بيلمع لما. أخي سأل مين ما بدك الفكرة هي أسرع. إيه؟ تعال نسأل حدو. اسأله أبو حدو. شو إيه؟ شو هو أسرع شيء الضوء ولا الفكرة؟ والله بصراحة وقت الواحد بيكون مسهل لا بلحق يفكر ولا بلحق يشعل ضوء. بدي اياكم مثل البرق تطلقوا على بيوتكم كل واحد يجيب سلاحه ويكون شعارنا دائما مثل ما كنا نقول ونكرر كرمال الشام واهل الشام. قولوا الله يا شباب.